أنواع الفنون. تقسم الفنون العمل الفني إلى ثلاثة أنواع، هي فنون المكان وفنون الزمان وفنون المكان والزمان معا، أو ما يسمى فنون الحركة. 1- فنون المكان هي الفنون التي تزخرف الأسطح المنبسطة، وتشمل فنون الحفر والرسم والتصوير وزخرفة النسيج والنحت. ألف الحفر هو خدج الأسطح المنبسطة، وهو وسيلة من وسائل التجميل والتزيين، وهو فن بسيط خالي من التعقيد، ولذلك فهو سهل التحقيق، وقد يكون الحفر على الأواني الفخارية، أو على العظام، أو على العاج، أو على الخشب، أو على الحجر. باء الرسم وهو أسرع في الزوال من الحفر، ولذلك فهو لا يدوم طويلا إذا ما قورن به. وأن ما حفظ إلى الآن من مظاهر الرسم الفنية حفظت في ظروف استثنائية، كالرسوم التي وجدت على جدران الكهوف المنعزلة، واستخدام اللون الأسود هو الغالب على الرسم. جيم التصوير وهو خطوة متقدمة للرسم، لأنه يعتمد على استعمال الألوان، وقد يكون التصوير على جسم الإنسان وهو ما يعرف بالوشم، أو على الأوعية، أو على الأحجار والصخور والكهوف والأدوات المنزلية. دال النحت وهو نوع من الحفر المجسم، لأنه يحتوي على البروز والتجويف في آن واحد، وهو تقليد مباشر للأشياء، وهذا الفن يحقق في مواد مختلفة كالحجارة والعظام والخشب والعاج والصلصال وبعض المعادن. هاء زخارف النسيج هي فن قائم بذاته، ولا يمكن خلطه مع التصوير، لأنه يتضمن عمليتين لا عملية واحدة، هما النسيج من ناحية والزخرفة من ناحية أخرى، وقد تكون الزخرفة على شكل واسع كالحالف المفارش والسجاجيد والمعلقات المنسوجة، وقد تكون على شكل ضيق كالحالف تزيين الأشرطة والأحزمة وأغطية الرأس وأغلفة الآلات الحربية. 2- فنون الزمان وتشمل فنون الإيقاع والموسيقى والأدب، الشعر والنثر. ألف الإيقاع وهو الترجيع المنظم للصوت المقترن برداد معين للحركات، ويرمي الإيقاع إلى استجابات معينة عند الناس، ومن أهم وسائل الإيقاع وأكثرها انتشاراً الطبل. باء الموسيقى هي الأنغام الألحان المنسقة التي تطرب الآذان إما عن طريق الصوت والفم، وإما عن طريق آلات خاصة بها، وفي الحالة الأولى تسمى الموسيقى غناءً. جيم الأدب بنوعيه الشعر والنثر، وقد يكون الشعر ذا قافية أو مرسلة، والنثر يتناول سائر مظاهر الحياة في شكل قصص واقعية أو أسطورية إلى آخره. 3- فنون المكان والزمان وتشمل الرقص والتمثيل. ألف الرقص هو الحركات التي يأتي بها الفرد تبعاً لإيقاع معين، فهو يقوم على الإيماءات والإشارات المتفقة مع ضابط للنغم محدود، ويمكن أن يتحقق الرقص بمجرد تحريك الجسم في اتجاهات مختلفة، وهنا يكون ضابط الإيقاع داخلياً في نفسية الراقص، وأحياناً يصاحب الرقص الطبل لضبط الإيقاع، وأحياناً تصحبه الموسيقى، وقد يكون الرقص فردياً أو جماعياً، وقد يعبر الرقص عن حياة الإنسان الواقعية ونشاطاته المختلفة، وقد يكون الرقص للترفيه. باء التمثيل وهو من أكثر الفنون تعقيداً، لأنه يتطلب مشاركة غيره من الفنون معه، فهو يتطلب اشتراك التصوير لتلوين المناظر، ويتطلب تزيين الملابس والأقنعة، ويتطلب الموسيقى، ويتطلب مشاركة العين والأذن، ويتطلب كذلك المكان والزمان في آن واحد، حيث إن للتمثيلية مكاناً محدداً تدور فيه أحداثها وزماناً معيناً لتلك الأحداث، كما يتطلب ملابس خاصة وحركات معينة، ويعتبر التمثيل أكثر الفنون تأثيراً، ويعتبر المسرح مدرسة للتربية. وظائف الفن أو صلة الفن بالحياة. تعتبر نظرية لالو أشهر ما قيل في الصلة بين الحياة والعمل الفني، وهذه النظرية ترتكز على فلسفة تعبيرية تؤمن بما قاله كروتشا، من أن وظيفة العمل الفني هي التعبير عن شخصية الفنان بأكملها. ولكن لولو يصحح هذه النظرية بقوله
إن التعبير يتخذ صوراً متنوعة بدليل أن الفن قد يكون قريباً من الحياة أو بعيداً عنها أو هروباً منها إلى آخره. وفي جميع هذه الحالات لا يمكن القول بأن الفن هو الحياة نفسها أو أن الفن ليس من الحياة في شيء، بل لابد من الاعتراف بأن في العمل الفني دائماً شيئاً من الحياة. وهنا تظهر النسبية الاجتماعية للفن في نظرية لالو، حيث إنه يصنف شتى النماذج الفنية الجمالية في ضوء تلك العلاقات المتغيرة التي يمكن أن تقوم بين الفن والحياة. ويرى لالو أن هناك أوجهاً خمسة لاتصال الفن بالحياة، وتتمثل هذه الأوجه فيما يلي: 1- الوظيفة التقنية. تتمثل هذه الوظيفة في اتخاذ الفن صورة نشاط صناعي حر، حيث يحيا الإنسان في عالم من الصور الجمالية ويمارس نشاطه الفني لذاته دون أن ينسب إليه أي وظيفة سياسية أو عاطفية أو دينية إلى آخره. وبناء على ذلك يقتصر عمل الملحن على التفكير بلغته الخاصة التي يصطنعها عند صياغة ألحانه، ويقتصر ناظم القصيد على التفكير بلغة الأوزان والإيقاعات، ويقتصر المصور على لغة الألوان والأشكال إلى آخره. وتعتبر مدرسة الفن للفن التي ظهرت في القرن الماضي صداً لهذه النزعة الأرستقراطية في الفن، ترى أن الفن نشاط نوعي خاص تلقائي هو الذي يسمح للفنان بأن يحيا حياة أخرى تختلف عن حياة غالبية الناس. لقد كان خطأ هذه المدرسة أن أصحابها جعلوا من المعيار الأرستقراطي الذي أخذ به بعض الفنانين، جعلوا منه قاعدة عامة. لقد كان خطأ هذه المدرسة أن أصحابها جعلوا من المعيار الأرستقراطي الذي أخذ به بعض الفنانين، جعلوا منه قاعدة عامة مطلقة يطبقونها على سائر مظاهر النشاط الفني. 2- الوظيفة الكمالية. وظيفة الفن هنا أن ينسينا الحياة ويصرفنا إلى الترف واللهو واللعب، ومعنى ذلك أن الجمال هو نوع من المتعة أو التسلية وسط هموم الحياة ومشاغلها. فوظيفة الفن تمدنا بلذة خاصة تجعلنا نهرب من الألم ونتخلص من متاعب الحياة الجادة. والنشاط الفني بهذا المعنى يعتبر صورة عليا من صور اللهو واللعب أو التسلية. والفنانون الذين أخذوا بهذه الوظيفة الكمالية، وهي أن الفن عبارة عن أداة للتسلية، هم أولئك الأشخاص الذين كانوا يزاولون حرفا أخرى ذات طابع جدي حتى يزيل عنهم الفن هموم الحياة أو يشبع ما لا تشبعه الحياة. 3- الوظيفة المثالية. وتعني أن مهمة النشاط الفني هي تحقيق المثل الأعلى. وتعني أن مهمة النشاط الفني هي تحقيق المثل الأعلى وتجميل الواقع. وتعني أن مهمة النشاط الفني هي تحقيق المثل الأعلى وتجميل الواقع. فالفنان يضفي بخياله الخصب وحسه المرهف ونوازعه السامية لباساً جميلاً للواقع الذي يعيشه، فيبدو الواقع على غير ما هو عليه بعد اللمسات التي أضفاها الفنان عليه. ومن أمثلة هذا الفن أقاصيص البطولة وروايات الفروسية إلى آخره. في هذه الحالة فالإنتاج الفني في هذه الحالة يكون بمثابة قناع يخفي به الفنان عجزه عن العمل أو التصرف بالالتجاء إلى عالم المثل العليا والاحتماء بالمبادئ الإنسانية السامية. 4- الوظيفة التطهيرية العلاجية. وتكون مهمة الفن هنا هي تطهير انفعالاتنا عن طريق العمل الفني ذي الطابع المأساوي. فالمأساة تطرد ما لدينا من مشاعر الخوف والرأفة والحب وغيرها من الإحساسات العنيفة، فتستوعب في إطار خيالي غير ضار كل ما لدينا من حاجة إلى الشعور بمثل تلك الانفعالات. وهذا يعني أن العمل الفني يقوم هنا بوظيفة إيجابية مهمة، ألا وهي التحرير أو التحصين الخلقي. 5- الوظيفة التسجيلية التكرارية. مهمة الفن في هذه الحالة هي تسجيل الواقع والعمل على استبقائه والاحتفاظ بصورته، أو مضاعفة الحياة عن طريق زيادة شدة الأحداث أو تكرار الوقائع مع التغيير منها في أضيق نطاق ممكن. والفنان في هذه الحالة قد يعبر عن رغباته الشخصية ونزعاته الخاصة من خلال الأعمال التي يقدمها، فيكون إنتاجه الفني مطابقا لحياته، فكأن مهمة الفنان
هي مضاعفة الحياة عن طريق الإنتاج الفني؟ الأسئلة: السؤال الأول، اشرح الأصل الاشتقاقي لكلمة الفن مبيناً معناه عند ألف العصور القديمة، باء لالاند، جيم سوريو. السؤال الثاني، تصنف الفنون إلى ثلاثة أنواع، اذكرها مع شرح الصنف الأول منها. السؤال الثالث، ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات الآتية: ألف الفن حديثاً هو تسجيل ما تمليه النفس الناطقة على الطبيعة، باء التمثيل من أكثر الفنون تعقيداً، جيم الوظيفة التطهيرية للفن هي تسجيل الواقع والاحتفاظ بصورته، دال تتمثل وظيفة الفن التقنية في اتخاذه صورة نشاط صناعي.